بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، نكمل مع بعض كورس البي اتش بي، وهننتقل للجزء الثاني الخاص بالكورس. اتكلمنا في الجزء الأول عن الفاندمنتالز الخاصة بلغة البرمجة بشكل عام من خلال البي اتش بي، ركزنا على المسائل والتطبيقات العملية بشكل كبير عشان تهضم الموضوع ده بشكل كويس، ولو انت طبقت كمان زيادة فده هيكون أفضل ليك. وكان في الآخر خالص حوالي 16 أو 17 فيديو علشان من خلالهم تقدر تطبق عملي وتطبق عملي بشكل كبير على اللي احنا اتعلمناه كله. طيب الجزء الثاني ايه اللي هنتكلم فيه بالظبط؟ أول حاجة هنتكلم فيها في الجزء الثاني هي السوبر جلوبال فاريبلز. هنتكلم على فاريبلز موجودة عندنا في البي اتش بي لكنها سوبر، هنعرف هي سوبر ليه وايه اللي بتقدمه. تاني جزئية هنتكلم عن ازاي نسند داتا للسيرفر، ازاي نبعت داتا من الكلاينت سايد للسيرفر سايد. وهنا انا بتكلم بقول كلاينت سايد، ما بقولش براوزر. البراوزر ما هو الا تول بنستخدمها عشان نبعت داتا للسيرفر، فاحنا كلغة موجودة في السيرفر سايد نقدر نستقبل الداتا دي عن طريق ال HTTP بروتوكول، عن طريق الويب سيرفر بتاعنا اللي احنا بنستخدمه. ففكرة ارسال الداتا احنا بناخدها صحيح دلوقتي واحنا بنتعلم من خلال البراوزر، لكن طبعا نقدر نبعت داتا من اكتر من بلاتفورم او اكتر من سوفت وير. عندنا الفورم، هنتعامل بقى مع الفورم او ال HTML فورمز اللي موجود عندنا في البراوزر اللي احنا من خلاله بنقدر نبعت داتا. واحنا بنقدر نبعت داتا من خلال الفورم، برضو في عندنا حاجات تانية مع البراوزر نقدر نبعت من خلالها داتا، نقدر نبعت من خلال URL. هنتكلم في النقطة دي بالتفصيل وقتها. مع الفورم هنتكلم على سوبر جلوبال جيت، وهنتكلم على السوبر جلوبال اسمه بوست، وهنتكلم بعد كده على الفاليديشنز، ازاي نعمل فاليديشن او تحقق للداتا اللي جايه لي من السيد ريكوست، او الريكوست اللي جايه لي معاه بيانات. انت بتعمل لوجن، فاللوجن ده مثلا في ايميل وفي باسورد، فانت بتعمل فاليديشن على الايميل والباسورد، تاكد ان الايميل ده موجود اصلا في الداتابيز عندك، تاكد ان الايميل والباسورد صح، الباسورد صح مع الايميل ده، عشان تقدر تديله authorizations بشكل معين، او تخليه يعمل حاجه اسمها الاوثنتيكيشن، عمليه هنعملها بايدينا ان شاء الله من خلال التطبيقات العمليه على الفورم، هنعمل الاوثنتيكيشن سيستم كامل. في الفاليديشنز هنتطرق لاجزاء مهمه قوي موجوده في اللغه، حاجه اسمها الفلتر فار هنتكلم عليها، والفلتر انبوت هنتكلم عليها، والفلتر سانيتايز. فلتر فار، فلتر انبوت، فلتر سانيتايز، دي كلها تخضع لجزئيه الفاليديشنز اللي اللغه بتقدمها لك عشان تسهل عليك عمليه الفاليديشنز. بعد كده هنعلى شويه بالليفل وهنتعلم ازاي نستراكشر الكود بتاعنا، ازاي نظبط الكود بتاعنا بشكل منظم مش بشكل عشوائي زي ما كنا شغالين في الاول ان احنا بنعمل الوظيفه. لا، هننتقل من كنا صناعيه بنأدي الوظيفه اللي مطلوبه مننا لكنا يعني الى حد ما بسنس مهندسين شويه، ان احنا نعلى بالليفل ونحاول نستراكشر الكود بتاعنا بشكل كويس، والاستراكشر ده نقدر نستخدمه بعد كده في كل المشاريع كمان بتاعتنا. بعد كده هنتكلم على الكوكيز وايه هي وايه انواعها، ونتكلم فيها باستفاضه ان شاء الله. هنتكلم بعد كده عن السيشنز هنتكلم فيها ان شاء الله، وايه هي السيشنز، ونخزن فيها البيانات ازاي، والبي اتش بي بتمانج الموضوع ده عن طريق ايه بالظبط. بعد كده هنتكلم عن الديت والتايم، الوقت، وده كونسبت مهم موجود في كل لغات البرمجه، هنشوف اللغه بتدعم او بتقدم لنا ايه من خلال الديت والتايم. اخر حاجه ككونتنت عندنا هنا في الكورس ده هنتكلم عن الفايل سيستم والتعامل مع الفايل من خلال البي اتش بي. اخيرا وليس اخيرا، البي اتش بي بروجكتس، كل الكلام اللي فوق ده لو ما طبقناهوش وما استفدناش منه عمليا وطبقنا عليه بمشاريع عمليه ولا له اي لازمه تماما. فمهم جدا على كل اللي احنا بنتعلمه ده نحوله او ناخده، واحنا كده كده اصلا هنعمل ده في الاساس، يعني احنا كل جزء بيترتب على الجزء اللي بعده، كل جزء بيترتب عليه على الجزء اللي بعده، يعني بنستخدمه في الجزء اللي بعده، فهنعمل في النهايه مشاريع تضم كل الكلام ده مع بعضه. اشوفكم على خير في الفيديو القادم واللي هنبتدي فيه على اول جزئيه عندنا وهي السوبر جلوبال فاريبلز.